نحرقه نحرقه كان ما زلت ننتخب. شعفوتو؟ لا ما عادش ننتخب. علاش علاش؟ لا لا ما عادش ننتخب. واجب وطني نسير شنو نعطيه؟ والله الوطن اش عطاني باش نعطيه؟ شنو عطاني؟ بلادي ونحبها اي، اما شنو عطاني؟ انا ريت يلوموا عاد يخرجوا من البلاد انا في العمر هذا وكنلقى خرجت ونخرج. قراري حلفت قلت نحرق وصبح كان ما زلت ننتخب. زعما قالك خذوا الحريه وما خذوا لها ما جاي. للاسف ها ما جاي. انت طفله كان هذيك تخرج لي مع التسعه لل 11 لباب المكتب قدام المكتب باش تتعلم باش تتعرف على الكلوشار باش تتعرف في عمر سن كيف هذايا في مدارسنا علاش مش عاملين قاعات كما كنا بكري يتلموا فيها التلاميذ؟ معلش اش باش نحكيو عليها؟ معلش اش باش تحكي؟ شنو باش تحكي؟ انت لاقي حاجه؟ شنو لاقين؟ قالوا الدجاج غلاق قطعوا، قالوا سكالوب غلاق قطعوا، شنو؟ شنين قالوا صفر من رمضان جا وينو تبخر؟ علموا لله. شنو الوضع في البلاد؟ تشرب في قهوتها، قهوتها تشرب فيها، تشربها في دارها اللي تخدم في البلديه، مو تجي تشربها على على حساب المواطن تقول له السيستم طايح. شنو المواد؟ فما بلديه في البلاد هذا شاه حبيب بورقيبه لك هكا؟ وين البلديه؟ بارتو حمايه الكلاب الحيوانات والكلاب السايبه نحميهم ما نقتلهمش. اما لكن حمايه الانسان وين حقوق الانسان وين؟ عندوش حقوق.